فخورة جدا بانتمائي لمؤسسة منتور العربية كمديرة تنفيذية في هذه المؤسسة، والتي جاء تأسيسها نظرا للمأساة الكبيرة التي نواجهها في المنطقة العربية اليوم، وهي والمتمثلة في ظاهرة انتشار التعاطي أو المخدرات بين الأطفال والشباب. وبالطبع الجميع يعلم أن هذه المشكلة هي مشكلة ليست بسيطة، مركبة، أسبابها متعددة، إن كانت أسباب اقتصادية أو اجتماعية أو ثقافية أو تربوية، بل أيضا أحيانا يمكننا القول سياسية. فقضية الفقر، قضية البطالة، الحروب، العنف الأسري، تزايد معدلات الطلاق، كل هذه العوامل وغيرها أصبحت وللأسف الشديد تهز كيان الأسرة العربية. نحاول في هذه المؤسسة أن نركز بالدرجة الأساس على الوقاية، حيث أن قضية المخدرات لن تختفي بيسر أو سهولة، ولكن لربما بعد سنوات إذا تمكننا من أن نقوم بالدور الجديد والمبدع في مجالات الوقاية لتعريف الأطفال والشباب بما تسببه هذه الآفة من دمار لعقولهم وأجسادهم، وتقديم البدائل المطلوبة إليهم، لربما سنتمكن في غضون عقد من الزمن أن نوقف هذه أو هذا ما نسميه اليوم التسونامي المخيف.